طب انا عايز اقول حاجه برضو مهمه جدا. لما تيجي مثلا على سبيل المثال تقول له اكتف دايركتوري سيستم ديسكفري، وتيجي تقول له ديسكفر اوبجكتس ويذن اكتف دايركتوري جروبس، انت كده ممكن تديسكفر ريسورس مش موجود في الدومين بتاعك. ممكن اديسكفر ريسورس مش موجود في الدومين بتاعي، عندي دومين لوكال وعندي يونيفرسال جروبس صح جوه الدومين. سي مثلا دومين لوكال، بلاش يونيفرسال، عندي دومين لوكال. الدومين لوكال بتقبل ممبرز من نفس الدومين واي تراست الدومين. لو انا قلت له ادخل جوه الجروبس ودور، هو كده ممكن يجيب لي ريسورس موجود جوه جروب عندي في الدومين بتاعي، ممبر في جروب في الدومين بتاعي ولكنه اكاونت في دومين تاني. احتماليه ان انت تلاقي ريسورسز من دومينز تانية موجودة عندك وارد جدا لو انت علمت على تشيك بوكس ده. عشان كده انا دايما بقول ان الاوبشن ده خازوق كبير. ماشي. طيب تعال نشوف بعد كده يا ريس الناتورك ديسكفري. الناتورك ديسكفري، والناتورك ديسكفري دي انت تحضر فيها ماجستير. والله ماشي. الناتورك ديسكفري بكلمك جد والله، الناتورك ديسكفري فيها شغل عالي جدا جدا جدا. الناتورك ديسكفري كل همها انها تسيرش الناتورك بتاعتك على اي اي بي انيبلد ريسورس، اي ريسورس واخد اي بي، اي ريسورس واخد اي بي بصرف النظر هو ينفع يبقى كلاينت ليا ولا لا. يعني بالناتورك ديسكفري انا هجيب البرينترز، بس هل ينفع البرينتر يبقى كلاينت ليا؟ ما ينفعش. هقول لك ازاي. يبقى الكونسبت، يبقى الكونسبت اللي هنبني عليه الاستراتيجيه اللي ماشيه بيها الناتورك ديسكفري هو ايه؟ كل همي انا كنتورك ديسكفري ان انا اجيب اي ديفايس في الشبكه واخد اي بي. حلو، ركز معايا بقى، ركز معايا. لو انا دلوقتي قلت له ايه، بص configure settings to discover resources on the network that you cannot find by using other discovery. ليه بقى؟ ما هو مش كل الناس يا اخوانا جوين الدومين علشان الاقي كمبيوتر اكاونتس جوه الاكتيف دايركتوري. فرضنا ان انا كان عندي على سبيل المثال سب نت وورك جروب، ما اجيبهمش يعني، ما اجيبهمش، هجيبهم، اجيبهم ازاي؟ مفيش ولا ديسكفري ميثود من اللي انا قلت لك عليهم تنفع. انما لما اجي اقول لك نتورك ديسكفري يبقى انا كده بتكلم مع النتورك ان جنرال بصرف النظر الديفايسز دي جوين الدومين ولا لا. عشان كده اول استفتاحك بيقول لك ايه، ها ذات يو كانوت فايند، يعني هجيب لك الريسورسز that you cannot find by using the other discovery methods. Network discovery can search domains, SNMP devices and DHCP servers to find resources. تعال نenable النتورك ديسكفري ونشوف التايب بتاعها ايه. هي عندها ثلاث اشكال. تعال نبدا بالتوبولوجي. تعال نبدا بمين؟ توبولوجي. التوبولوجي دي معناها ايه يا ريس؟ التوبولوجي معناها ان انا هديسكفر الراوتر اللي معايا في السبنت بتاعتي والاتاجد سبنتس اللي معاه بيزد اون عدد الهوب. نقول تاني هديك مثال تعال نرسم رسمه كده ظريفه كده وركز معايا فيها. الله يبارك لك، ركز معايا فيها. بص تخيل ان انا عندي مثلا ده مثلا راوتر، حلو، ده هنسميه مثلا R1 راوتر. خارج منه من الناحيه دي 3 انترفيسز، حلو كده. الانترفيس الاولاني ده واصل على سيرفر، ركز معايا، اسمه سيرفر 1، وانا اتخيل ان هو ده السايد سيرفر اللي انا بانيبل عليه النتورك ديسكفري دلوقتي، مفهوم؟ والسبنت دي واخده مثلا رينج الاي بي، واخده 192 168 1 0، حلو كده، على 24، حلو كده معايا. طيب وعندي السبنت دي مثلا فيها سيرفر تاني، مثلا يعني ده سيرفر 2، لا ممكن عادي يكون ايثرنت، ممكن يكون لان، ماشي. ودول واخدين كام؟ 192 168 2 0. وعندي السبنت دي مثلا على سبيل المثال فيها سيرفر ثالث، ودي واخده 192
168 3-0. ركز معايا ماشي، وتعالى نكبر الشبكة شوية. الراوتر ده هو تواصل على راوتر تاني اهو R2، والصبن دي مثلا ايه بنرمز لها بايه ايا كان بقى، ايا كان رينج الاي بي اللي فيها. حلو كده. وار2 ار2 مثلا واصل على R3 ماشي، والصبنت مثلا سي، الصبنت دي سي، وار3 واصل على R4، والصبنت اللي ما بين R3 وR4 وليكن E. حلو كده. تعالى نعقدها اكتر، مثلا راوتر 2 ده عنده مثلا نتورك بي ماشي، وراوتر 3 عنده مثلا على سبيل المثال نتورك دي ماشي. دي توبولوجي، دي بسميها توبولوجي. لما اجي اقول لك انا عايز اعمل نتورك ديسكفري، نتورك ديسكفري حلو كده. نتورك ديسكفري ليها تايبس زي ما اتفقنا، هنرجع للرسمه دي تاني. التايب الاولاني اسمه توبولوجي، اسمه ايه؟ توبولوجي. كلمه توبولوجي معناها ايه؟ شكل، الشكل الفيزيكالي الخاص بالشبكه. حلو كده. فلما اجي اقول لك ديسكفر التوبولوجي، بص بقى يقول لك ايه، فايندز ذا توبولوجي اوف يور نتورك باي ديسكفرينج الاي بي سبنتس، الاي بي سبنتس والراوترز، تحديدا الراوترز والسبنتس اللي اتاش دي بي. مفهوم الكلام؟ طيب بس الفكره بقى في ايه؟ الفكره انا ها، اولا مين هو الراوتر البدايه بتاعتي، وهنط بعد منه كام نطه. الراوتر البدايه بتاعتي هو الديفولت جيت واي. يعني لما اجي اقول لك هنا مين انا كسيرفر 1، تحديدا انا دلوقتي السايت سيرفر بتاعي اللي هو سيرفر 1، لما اجي اقول لك الجيت واي بتاعي مين، هو ار 1. فاصبح بالنسبه لي ار 1 ده اول هوب هتكلم معاه، صح كده. بس هل هنط فوق ايه واروح اتعامل مع الراوترات التانية ولا لا؟ هو ده بقى اللي انت لازم تحدده لي علشان ابدا اشتغل، عشان ابدا اعمل ايه، ديسكفري للتوبولوجي. عشان كده هنا بيقول لك ايه يا معلم، هنا بيقول لك ايه يا ريس، بيقول لك ديبندنت، معتمد على the number of router hops selected on the SNMP tab. يعني شايف ال SNMP tab موال، هنتكلم فيه دلوقتي عن SNMP ده معايا. شايف الرقم اللي انت هتحدده لي هنا maximum hops، هو ده اللي انا هبدا اتعامل معاه، هو ده اللي انا هبدا اتعامل معاه. طيب تعالى لو هنسيبها الديفولت اللي هو زيرو هوب، تفتكر الكونفيجريشن مانجر سيرفر لما يجي ديسكفر هيديسكفر مين؟ الناس اللي في 192 168 10. انا بقول لك الهوب زيرو، هوب زيرو يعني مش هتعدي الجيت واي بتاعك، يعني اخرك الانترفيس بتاع الراوتر ده، يعني اخرك الانترفيس بتاع الراوتر ده مفهوم. يبقى اذا لما تيجي تجيب هتجيب مين يا ريس؟ ها، 1-0. هتديسكفر الانترفيس بتاع الراوتر ده اللي انت شايفه اللي هو R1 بجانب السبنت اللي هي 192 168 10. طيب لما اجي اكريت بقى DDR records للناس اللي جوه، هل في شرط؟ يعني احنا لما كنا بنقول اكتيف دايركتوري سيستم ديسكفري كنت بقول لك لازم اقدر اريزولف النيم ده من الدي ان اس، تمام. ايه الشرط اللي يجب ان يتوافر في اي ديفايس في هذه السبنت علشان اقدر اكريت له دي دي ار ريكورد؟ ان الراجل اللي اعرف اجيبه ده، ها، اعرف اجيب الاكتيف دايركتوري سايت اللي هو ممبر فيه او السبنت ماسك بتاعته. طب هنا الاكتيف دايركتوري سايت هيبقى صعب لان انا بتعامل دلوقتي بالاي بيز، ماليش دعوه بلاير 7، صح كده. طيب هل الماسك بتاعه ده هو موجود عندي ولا لا؟ اجيبه ازاي؟ الشرط الاساسي علشان اقدر اديسكفر ريسورس موجود في هذه السبنت اني اقدر اوصل للسبنت ماسك بتاعه، تحديدا الاكتيف دايركتوري سايت او السبنت. سيبك من الاكتيف دايركتوري سايت دلوقتي، انا ما بتعاملش مع الاكتيف دايركتوري خالص. الراجل اللي هنا ده علشان اجيبه لابد ان انا اوصل للسبنت ماسك بتاعه. السبنت ماسك انا بديسكفر لسته بالاجهزه موجوده في السبنت دي. اعرف منين علشان توصل للسبنت ماسك بتاعه؟ بتبص في الارب كاش على الراوتر. الارب كاش هو اللي فيه انفورميشن اباوت السبنتس. لو لقيت ان الديفايس ده هوت موجود في الارب كاش، هتلاقي السبنت ماسك بتاعته موجوده. مفهوم الكلام؟ فتبدا تكريت له دي دي ار ريكورد.
الليميتيشن بتاع القصه دي ان الارب كاش ما هوش دائم، حاجه موجوده بشكل مؤقت على الراوتر. انتوا عارفين اصلا الارب كاش ده يعني ايه؟ قلت لك ان كل جهاز عنده في الارب كاش بتاعه الاي بي ادرس ده مشاور على اني ماك. لما اتكلمنا مع بعض في الموضوع ده هو في الام سي اي تي بي تحديدا في الكورس بتاع الانفراستراكشر في اللايرز، لما قلت لك ارب ماينس ايه بتفرج من خلاله على ايه؟ ها الاي بي ده هو الماك بتاعه ايه؟ الاي بي ده الماك بتاعه ايه؟ صح كده؟ صح. الارب ده وظيفته ايه؟ الارب بروتوكول هو الادرس ريزوليوشن بروتوكول، ده بروتوكول وظيفته ان انت بتدي له لير 3 ادرس اللي هو الاي بي يروح يجيب لك الماك بتاعه، صح؟ لان اي جهاز علشان اكلمه على سويتش لابد ان انا اكون عارف الماك ادرس الخاص بيه. ولما اجي اعمل انكابسوليشن في الفريم بحط السورس ماك والديستنيشن ماك، من غير كده ما اقدرش اوصل له. ده الهوب تو هوب ديليفري يا اخوانا، ده عنوان الفيزيكال بورت اللي الراجل ده واصل عليه على السويتش. طيب اجيب ازاي الماك ادرس بتاعك وهو منحوت على كارت الشبكه؟ بستخدم الارب بروتوكول اللي هو قاعد في لير 2 عندي علشان يبرودكاست باستخدام الاي بي يجيب لي الماك، روح هات لي الماك بتاع الاي بي الفلاني. مفهوم الكلام ولا مش مفهوم معايا؟ فالارب بقى بيعمل ايه؟ بيعمل برودكاست علشان يجيب لي الماك ادرس، صح كده؟ مش كل مره بقى هسال الارب على الماك ادرس يبرودكاست، بيعين عنده في الكاش بيخبي في جيبه عشان لما اطلب منه الماك الفلاني يعرف يجيبه على طول. حتى بص لو تلاحظ دايناميك، دايناميك معناها ان الارب هو اللي جابها مش انا، بس الكاش دي ليها فتره زمنيه محدده وبعد كده ايه؟ وبعد كده هتطير، صح كده؟ فهي المشكله هنا لما اجي اقول له توبولوجي، لما اجي اقول له توبولوجي والراجل ده هو يبدا سي مثلا انا قايل له الهوب كاونت بتاعتك زيرو على سبيل المثال، ويبدا يديسكفر الشبكه اللي حواليه، هيبدا يبص على الارب كاش ويشوف الاجهزه اللي فيه، ماشي؟ لو لقى ان في جهاز معين جوه الارب كاش بيجيبه، طب لو ما فيش مش هيجيبه. فاذا ما دام الارب كاش دي بتكسبير بعد فتره زمنيه محدده، يعني اذا وارد ان مش كل الاجهزه داخل السبنت تبقى موجوده في الارب كاش بتاع الراوتر، فممكن جدا ما اجيبش كل الناس، ممكن جدا ما اجيبش كل الناس. مفهوم الكلام ده؟ مش كده وبس، ده لازم الراوتر نفسه اللي انا باصص عليه، ده لازم الراوتر نفسه اللي انا باصص عليه اللي هو ده، اللي هو ده معايا، الانترفيس بتاعه ده ما يكونش عليه غير اي بي ادرس واحد بس. في بعض الراوترز الناس بتوع سيسكو يعرفوا انا ممكن اقاد سكندري اي بي على الراوتر على الانترفيس، فلازم الانترفيس ده هو اولا الجهاز يكون في الارب كاش، ثانيا ها الانترفيس دوت ما يكونش عليه غير ادرس واحد بس. مفهوم الكلام؟ يبقى كلمه توبولوجي معناها ايه؟ ها بص على الراوترز والسبنتس اللي اتاجد عليها، ماشي؟ طيب حجم النتورك بقى السكوب بتاعتي تكبر او تقل بناء على عدد الهوبس اللي انا بحددها. لو انا قلت له زيرو دي معناها ايه؟ الراجل ده هو جاست ان هو هيديسكفر الاجهزه اللي موجوده داخل هذه السبنتس، لازم اي جهاز يجيبه علشان يكريت له دي دي ار ريكورد يعرف يوصل للسبنت ماسك بتاعه، تمام؟ ولازم الجهاز ده هو يكون داخل الارب كاش الخاص بالراوتر. مش كده وبس، لا لازم الانترفيس بتاع الراوتر ده يكون عليه اي بي ادرس واحد بس. مفهوم الكلام ولا مش مفهوم؟ طيب تخيل معايا ان انا قلت له بقى الهوب كاونت بتاعك واحد، يعني لو جيت قلت له دلوقتي الهوب كاونت واحد هشوف السبنت ايه، و192.168.3. بص ايه اللي هيحصل. اولا هو هيشوف السبنت دي الداخليه طبعا اللي هي 192.168.1.0. لا وخلي بالك انا مش هقولك هشوف السبنت، هو هيشوف الراوتر والسبنت اللي اتاشد بيه، يعني هو المعيار اللي انا بقيس عليه الديسكفري الراوتر اللي قصادي، ماشي؟ اه يبقى الهوب زيرو هو R1، النتورك اللي اتاشد بيه دي اللي هي 1.0، يبقى دي انا شايفها كده. حلو كده. وانا قلت له ايه يا ريس؟ ها نط من فوق الراوتر ده نطه كمان. يبقى المفترض يجيب مين؟ ها R1 كله. الله يفتح عليك. كل السبنت الاتاش في الراوتر. الله يفتح عليك. اللي هو ايه؟ R1. بص هجيب 2.0 وهجيب 3.0، صح كده ولا ايه؟ صح كده. وهيقف هنا وينط كمان نطه على R2، يبقى هيجيب مين؟ هيجيب الشبكه ايه؟ هيجيب الشبكه ايه والانترفيس بتاع الراوتر ده. ده هل هينط من فوق R2؟ لا مش هينط من فوق R2، لان انا قايل له الهوب كاونت بتاعك 1 1،
صعب الكلام. طب لو انا قلت له الهوب كاونت بتاعك 2 يبقى بجانب كل الهري ده هيقف على ار 2 بيجيب الشبكات او السبنتس اللي اتاشد بيه بجانب ان هو هينط نطه كمان بجانب ان هو هينط نطه على ار 3 ويجيب الانترفيس بتاعه. طب لو انا قلت له الهوب كاونت 3 يبقى بجانب كل ده هوت هيقف على ار 3 وينط نطه على ار 4 ويجيب الايه الاتاشد نتوركس اللي على ار 4 بجانب الانترفيس بتاعه. مفهوم الكلام ولا مش مفهوم؟ مفهوم الكلام؟ يبقى لو 3 هوبس هيجيب الايه ار 1 وار 2 وار 3. تعالى معايا واحده لو زيرو هوب، زيرو هوب يبقى مش هنط ولا نطه. انا شايف الجيت واي بتاعي بس الانترفيس ده، الانترفيس ده حلو كده بجانب الايه النتورك اللي اتاجد بجانب السبنت اللي اتاجد عليه على هذا الانترفيس اللي هو مين اللي هو النتورك دي 1 0 ده زيرو هوب. طيب لو 1 هوب، 1 هوب انا هقف هنا ونط نط على اللي قدامي. مين اللي قدامي؟ ار 2. يبقى اجيب الانترفيس ده، الانترفيس ده والسبنت ايه و2 و3 و2 و3. بص ما دام قلت له هوب يبقى لازم اقف على الهوب واجيب كل الاتاشد نتوركس. مين الاتاشد نتوركس هنا بار 1؟ انا قلت له نط نطه، نط نطه يعني اخرج بره الراوتر. اخرج بره الراوتر معنى ذلك انه هيطلع من كل الانترفيسز. يبقى اذا، يبقى اذا هيطلع من الانترفيس ده ويجيب نتورك 2، ويطلع من الانترفيس ده ويجيب نتورك 3، ويطلع من الانترفيس ده ويجيب نتورك ايه بجانب الانترفيس بتاع الراوتر. لان الانترفيس بتاع الراوتر ده انكلودنج جوه النتورك ايه يا اخوانا. خلاص يا اخوانا اتفهمت؟ طب لما ارجع اقول له بقى نط نطتين، نط نطتين دي معناها ايه؟ اقف على الراوتر بتاعك ده ونط نطه ونطه ثانيه. لما ينط نطتين هنا معناها ايه؟ ان هو هيجيب كل النتوركس الخاصه بار 1 بجانب كل النتوركس الخاصه بار 2 صح كده؟ بجانب الانترفيس ده بس بتاع ار 3 اللي هو انكلودنج جوه السبنت سي. انت قلت له هوب 3، انا قلت له هوب 2 يا اخوانا دلوقتي ماشي. لما اجي اقول له بقى هوب 3، لما اجي اقول له هوب 3 دي معناها نط 3 نطات. ادي النطه الاولى وادي النطه الثانيه وادي النطه الثالثه، وكل نطه تقف تجيب النتوركس اللي اتاجد على الانترفيسز الخاصه بيها. اتفهمت ولا ما اتفهمتش؟ اتفهمت. يبقى هنا علشان تجيب الشبكه دي كلها تقول له نط 4 نطات. يبقى هنا عشان تجيب الشبكه دي كلها يبقى لازم هتقول له نط كم مره؟ ها 4 نطات. مفهوم الكلام ولا مش مفهوم؟ كل ده هوت، كل ده هوت، كل الهري ده جوه ايه؟ ها توبولوجي، جوه التوبولوجي. انا عايز اعمل نتورك ديسكفري نوعها توبولوجي، نوعها توبولوجي. والوادي مرتبطه بالاس ام بي صح؟ لازم تحدد ما هو بالظبط عدد النطات بتحدده هنا في التيب ده. ومش هيجيب لا هيجيب الكلاينتس اللي في الار بكاش، ومش هيجيب غير الكلاينتس اللي في الار بكاش شرطا، شرطا ان الانترفيس بتاع الراوتر يبقى عليه اي بي ادرس واحد. اي كلاينت بيتكلم مع الراوتر لازم يقعد في الار بي كاش بتاع الراوتر. مفهوم يا اخوانا؟ الليميتيشن بتاعها ان الار بي كاش عنده شورت تايم تو ليف. الاجهزه اللي قاعده في الار بي كاش مش قاعده بشكل مستديم، ليها تايم تو ليف وبتمشي، ليها تايم تو ليف وخلاص. مفهوم الكلام؟ طيب صعب الكلام كده؟ في مشكله؟ طيب ركزوا معايا بقى، ركزوا معايا. توبولوجي اند كلاينت، توبولوجي اند كلاينت بجانب التوبولوجي هروح اديسكفر الكلاينتس اللي داخل الدي اتش سي بي سيرفر بتاعي. فهم الكلام؟ يعني اي كلاينت واخد ادرس ليز، اي كلاينت اوبتين الادرس بتاعه من الدي اتش سي بي سيرفر اللي انا هحدده هنا اهو. شايف اللي انا هحدده هنا؟ الليميتيشن الخاص بالموضوع ده هو ان لازم السيرفر ده يكون مايكروسوفت. يعني ما ينفعش راوتر يكون بيوزع اي بيز او مودم بيوزع اي بيز او فاير وول بيوزع اي بيز، لازم السيرفر اللي هو الدي اتش سي بي سيرفر يكون مايكروسوفت دي اتش سي بي سيرفر لازم. ما ينفعش، ما انا بديك اوبشنز، احنا مش جايين نحل حلول، مش جايين نديهم حلول. فانا جاي هنا اقول لك ايه بقى؟ ها التوبولوجي اند كلاينت بجانب، بجانب التوبولوجي اللي احنا اتكلمنا فيها من شويه دي، ها انا كمان هديسكفر الكلاينتس اللي اوبتين اوتوماتيكالي الادرسز بتاعتهم من الدي اتش سي بي سيرفر اللي هحدده هنا. احنا دلوقتي هنا في التوبولوجي اند كلاينت حلينا مشكله كانت فوق في التوبولوجي. في التوبولوجي الشرط
الشرط علشان اكاري دي دي ار ان هو يكون موجود في الار بي كاش. هنا بقى ايه؟ ها موجود في الار بي كاش او موجود في الدي اتش سي بي. يعني ايه؟ يعني لو انا عملت ديسكفري لشويه ريسورسز في سبنت معينه وما لقيتهمش موجودين في الار بي كاش الخاص بالراوتر انما لقيتهم موجودين في الدي اتش سي بي، فل هكريت لك دي دي ار ريكورد. يعني طب ايه المشكله؟ هكريت له دي دي ار ريكورد بس كده. هكريت لك دي دي ار ريكورد، مفهوم الكلام؟ حلو. طيب توبولوجي كلاينت اند كلاينت اوبريتنج سيستم، بجانب كل الهري اللي فوق ده هوت، لما اجي اديسكفر كلاينت معين تنطبق عليه الشروط سواء كان في الار بي كاش الخاص بالراوتر سواء كان في الدي اتش سي بي، بالمره يبقى اقول لي الاوبريتنج سيستم، بالمره بقول لي الفيرجن الخاص بالاوبريتنج سيستم ايه. كل ده هيفيدني في الريبورتس يا اخوانا، انتوا مش قادرين تفهموا. لما اجي اقول له هات لي الاجهزه اللي عليها ويندوز 7 يعرف منين المعلومه دي. هو ايه رايك ان انا اسهل عليك العمليه واديك السبنتس اللي انا عايزك تعمل لها ديسكفري هنا؟ ما هو يعني انا ممكن اقول له ديسكفري السبنت الفلانيه اهو، حلو كده، بجانب اللوكال سبنتس. يعني يعني مش محتاج ان انا اكتب اللوكال سبنت بتاعتي، انا ممكن اعلم على التشيك بوكس ده وادي له شويه سبنتس في التوبولوجي بتاعتي من غير بقى ما اقعد اقول له نط وما تنطش. صعب الكلام؟ يبقى اذا دي هتوفر رايد اي حاجه موجوده هنا. الاس ان ام بي والاس ان ام بي ديفايسز مهمه جدا 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 بقى. اولا ايه هو الاس ان ام بي؟ اختصار سامبل نتورك مانجمنت بروتوكول، ده طبعا من مجموعه البروتوكولز الخاصه بالتي سي بي اي بي موديل، بستخدمه علشان امانج بيه الشبكه. تمانج بيه الشبكه ازاي بقى يا ريس؟ احكي لك انا قصه ظريفه كده وانت تقول لي حلها ايه. ماشي، لو انا عندي شبكه، الشبكه دي تحتوي على الاف من الاجهزه، الاف من الاجهزه، وعايز امانج الاجهزه دي كلها مره واحده، هيبقى صعب جدا، هيبقى صعب جدا، هيبقى محتاج فريق كامل من الاي تي. صح؟ نوعيه المانجمنت ايه؟ يعني انت لما تيجي تمانج تقول انا عايز امانج، تمانج ايه معايا؟ يعني زي مثلا على سبيل المثال انا عايز اعرف، عايز اجيب ليست بكل الاي بي ادريسز اللي موجوده على الديفايسز داخل الشبكه مثلا، يعني تمام، عايز اجيب الافيلبل هارد ديسك سبيس على كل الاجهزه داخل الشبكه معايا، عايز اعرف الاوبن فايلز على كل الاجهزه داخل الشبكه، عايز اعرف الار بي تيبل يحتوي على ايه على كل الاجهزه داخل الشبكه، مفهوم الكلام؟ عايز اقيس النتورك بيرفورمانس، يعني اعرف مثلا الداتا ترانسميشن شكلها عامل ازاي معايا، عايز اشوف الاخطاء الخاصه بالشبكه يعني النتورك فولتس مثلا، زي مثلا على سبيل المثال مثلا يعني عندي راوتر، الراوتر ده هوت اللينك بتاعته وقعت، جهاز فجاه هيس وعمل شت داون، مفهوم؟ كل الكلام ده هوت يقع تحت مظله كلمه مانج، عايز امانج الديفايسز دي كلها. فاخترعنا حاجه اسمها الاس ان ام بي بروتوكول. الاس ان ام بي بروتوكول ده عباره عن ايه بقى؟ اللي هو السمبل نتورك مانجمنت بروتوكول، عباره عن سوفت وير بقدر ان انا امانج بيه شويه الريسورسز اللي موجوده عندي في الشبكه. الريسورسز قد تكون ورك ستيشنز، سيرفرز، راوترز، سويتشز، هابس، برينترز، سيرفيسز زي دي اتش سي بي سيرفيس، اي اي اس، كل الكلام ده هوت بسميه ريسورسز، وانا من خلال هذا السوفت وير مانجمنت اقدر امانج بيه هذا الريسورسز. لو جينا رسمنا الرسمه، لو جينا رسمنا الرسمه علشان برضو تبقى فاهمها، هقول لك ايه يا معلم بقى؟ ها هقول لك، انا عندي هنا، انا عندي هنا سيرفر، ركزوا معايا الله يبارك لكم، سيرفر. السيرفر ده هوت انا هانستول عليه ثيرد بارتي ابلكيشن. مايكروسوفت مش بتسبورت ان انت تبقى مانجمنت سوفت وير، ما ينفعش. يعني هستخدم هنا ثيرد بارتي، ثيرد بارتي اس ان ام بي مانجمنت سوفت وير. عارفين زي ايه؟ سولار ويندز، ده سوفت وير فظيع بيعمل القصه دي. في حد سمع عن حاجه اسمها البي ار تي جي؟ وهمي. في حد سمع عن حاجه اسمها ريفر بيد؟ ماشي، في سوفت ويرز كتيره بتعمل القصه دي، وفي هارد وير بيعمل القصه دي. المهم انا هنزل الاس ان ام بي مانجمنت سوفت وير على الايه؟ ها، على سيرفر، حلو كده، واروح جاي مجمع شويه ريسورسز. الريسورسز دي قد تكون ورك ستيشنز، ركز معايا وهتفهم دلوقتي،
قد تكون سيرفرز، راوترز، سويتشز، هابس، تخيل، برينترز، سيرفيسز، سيرفيسز معينة. حلو، كل دول بسميهم ريسورسز. ريسورسز معايا؟ وهاجي على الريسورسز دول وانستول حاجة اسمها ال SNMP agent. حلو كده، وانا بانستول الايجنت انا بقول لهم ايه؟ انتوا ممبر في حاجه اسمها كوميونيتي. كوميونيتي لما يجي يريبورت الستاتس بتاعته ليا عشان انا اعمل له مونيتورنج، تمام؟ هو بيعرف نفسه بالكوميونيتي. يعني الكوميونيتي زي ما نقول مثلا اي دي. خلي بالك ده الكلام دوت مع الاس ان ام بي فيرجن 1، لان الاس ان ام بي فيرجن 2 وفيرجن 3 بيستخدموا يوزر نيم وباسورد. انما الاس ان ام بي اللي انا عارفه اللي انا اشتغلت عليه اللي هو بتاع الكوميونتي، بتيجي هنا كاري الكوميونتي وتقول له الريسورسز الفلانيه اللي انا هينستول عليها الايجنتس دول ممبر في الكوميونتي بتاعتي اللي اسمها كذا. فالراجل ده هوت لما يجي يكلمك بيايدنتيفاي نفسه بالكوميونتي، ماشي؟ وانت بقى تبدا من خلال هذا الثيرد بارتي تعمل لهم مونيتور. حلو كده. طيب ده انا هديك مثال ظريف قوي. ده انت ممكن يا ريس لو جهاز هيقفل، سيرفر هيقفل، يروح عامل ايه؟ ها، يروح باعت لك الارم بيقول لك انا عامل شت داون دلوقتي. تروح تشوف انت فاهم يعني ايه سيرفر يتقفل وانت ما تعرفش؟ مصيبه. راوتر اللينك بتاعته وقعت لاي سبب من الاسباب، يبعت لك الارم. هو ده المونيتورنج، ده المقصود بكلمه مونيتورنج. يبقى المنظومه نفسها، ها، انت عندك ثيرد بارتي اللي هو الاس ان ام بي مانجمنت سوفت وير نفسه، تمام؟ بتقدر تمونيتور بيه مجموعه من الريسورسز نازل عليها الايجنت، وريسورس يعمل ايدنتيفاي لنفسه عندك عن طريق حاجه اسمها الكوميونتي. مفهوم الكلام؟ صعب الكلام؟ مايكروسوفت بتسبورت ايه بقى من الليله دي كلها؟ مايكروسوفت كل اللي بتعمل له سبورت ان انت ممكن تنستول الاس ان ام بي ايجنت على احد الريسورس اللي موجوده عندك في الشبكه، على الريسورسز اللي موجوده في الشبكه. انما المانجمنت سوفت وير نفسه ده ثيرد بارتي. يعني مثلا سي مثلا انا اشتريت مثلا سولار ويندز، وقلت بالسولار ويندز دوت انا عايز امونيتور السيرفرز اللي عندي. طب ما هو لازم انستول الايجنت على السيرفر. انستول ايجنت ازاي؟ بمنتهى البساطه هتلاقيه موجود في الفيتشرز. لو انا جيت دلوقتي فتحت الادمنستريتيف تولز، سيرفر مانجر، فيتشرز، اد فيتشرز، ركز معايا في الحته اللي جايه دي. اختار مثلا هنا اهو الاس ان ام بي سيرفيس. حلو كده، ويكفيني ان انا اسلكت الاس ان ام بي سيرفيس دي. اهو بص ال السيرفيس دي، الاس ان ام بي سيرفيس دي انكلودز الايجنتس ذات مونيتور ذا اكتيفيتي ان ذا نتورك ديفايسز اند ريبورت تو ها ذا نتورك كونسول ورك ستيشن. مفهوم الكلام اللي هو الكوميونتي. صعب الكلام؟ في اي مشكله؟ حلو كده. طيب بعد بقى ما تنستول الايجنت، خلاص هات لي بقى المانجمنت، هات لي المانجمنت سوفت وير نفسه اللي هو الثيرد بارتي، وابدا بقى مونيتور. طب ايه رايك لو انا اخلي الكونفيجريشن مانجر سيرفر يديسكفر؟ بص بقى ركز معايا، بص انا فوتت واحد وبتكلم في الثاني. الاس ان ام بي ديفايسز يعني اللي راننج عليها الايجنتس، بس شرطا ان هو يكون داخل الكوميونتي دي. شايف بتتقري ازاي؟ يعني هقول له ايه؟ يعني هقول له دور في الشبكه على اي ديفايس الاس ان ام بي ايجنت راننج عليه، شرطا ان هو يكون داخل هذه الكوميونتي. وادي له بقى يا معلم لسته بكل الكوميونيتيز اللي عندك. الله يفتح عليك. ده لو انت هتشغل ده لو انت هتخليه ايجنت يعني. مفهوم الكلام؟ يبقى الشرط مش بس يكون راننج عليه الاس ان ام بي ايجنت، لا لازم يكون داخل هذه الكوميونتي.
مفهوم الكلام ولا مش مفهوم؟ طبعا لو جيت قلت له هنا اد تدي له الكوميونتي نيم وتدي له ليست بكل الكوميونيتيز اللي عندك، مفهوم؟ هو بيبدا يدور من فوق لتحت. صعب الكلام؟ في اي مشكله؟ صعب كده؟ يبقى تعالى بقى نقرا مع بعض. يبقى لو انت هتعمل لي نتورك ديسكفري نوعها توبولوجي، هديسكفر الراوترز بيزد اون عدد الهوبس اللي موجوده هنا والاتاشد سبنتس الخاصه بيها، مفهوم الكلام؟ توبولوجي اند كلاينت، ضيف عليها الادرس ليست، ماشي؟ الادرس ليست توبولوجي كلاينت اند كلاينت اوبريتنج سيستم، ضيف عليها معلومه عن الاوبريتنج سيستم، مفهوم؟ او انا هديك لسته بالسبنتس اللي تعمل لها ديسكفري معايا. دومينز، خش جوه الدومين الفلاني اعمل لي ديسكفري، سايبها فاضيه، هو باي ديفولت بيسيرش اللوكال دومين معايا. اس ان ام بي، ها الديفايسز اللي راننج عليها الاس ان ام بي ايجنت واللي داخل الكوميونتي الفلانيه. دي اتش سي بي، ده دي اتش سي بي سيرفر، ده دي اتش سي بي سيرفر اللي هستخدمه علشان اجيب من جواه ها الكلاينتس لو انا معلم على توبولوجي اند كلاينت، مفهوم الكلام؟ طبعا هنا في اوبشن انكلود ذا دي اتش سي بي سيرفر ذات ذا سايت سيرفر از كونفيجر تو يوز. طبعا يعني نادرا جدا لما تلاقي واحد مثلا مدي السيرفر اوتوماتيك اي بي ادريس، ممكن يكون عامل له ريزرفيشن في دي اتش سي بي، تمام؟ فهنا بقول لك ايه، فهنا بقول له ايه، بدل ما هكتب لك الاي بي ادريس بتاع دي اتش سي بي سيرفر، لا روح شوفني انا كسايت سيرفر واخد من اني سيرفر واعتبر ان هو ده دي اتش سي بي اللي دور جواه على الكلاينتس. طبعا في الاخر السكادول امتى الكلام ده، هوت امتى الكلام ده معايا. دي كانت النتورك ديسكفري. النتورك ديسكفري يا اخوانا بلجأ لها لما اكون عايز اجيب ريسورس مفيش اي ديسكفري ميثود تانية جابته. يعني انت لما تيجي تقول لي اكتف دايركتوري سيستم ديسكفري، دي معناها الناس اللي جوه الاكتف دايركتوري بس، انما وارد ان انا يبقى عندي سب نت ورك جروب ما هياش جوين الدومين، وارد ان التوبولوجي بتاعتي تكون كبيره، وارد ان انا يكون عندي ديفايسز مثلا ما هياش جوين الدومين وعليها الاس ان ام بي راننج، وارد ان انا يكون عندي ديفايسز ما هياش جوين الدومين واخده من دي اتش سي بي سيرفر، فاهم؟ فده كده بيكبر السكوب، بيكبر السكوب. وكل ما حضرتك هنا ها تزود عدد الهوبس معايا كل ما الموضوع هيكبر اكتر. طبعا ده بيسبورت اب تو 10 اهو. لا ماشي. بص يا ريس، بص يا ريس، انا عندي مثلا برنامج في الشغل اسمه سيسكو نتورك اسيستنت. سيسكو نتورك اسيستنت ده وهمي، ده موجود فور فري على السايت بتاع سيسكو. ده بقدر ان انا ارسم توبولوجي للشبكه من خلاله. انا عندي سويتشات وليكن في كل دور مثلا في سويتش واصل عليه الاجهزه كلها، وفي الاخر كل السويتشز دي متجمعه على كور سويتش مثلا يعني. طيب انا عايز اتفرج على الشكل ده معايا، فببدا ان انا ادخل على سيسكو نتورك اسيستنت واقول له انا عايز اكريت كوميونيتي. كوميونيتي تحتوي على ايه؟ مجموعه ديفايسز، وابدا اديله الاي بي ادريسز بتاعت كل السويتشز فيكونكت عليها ويجيبهم ويرسم لي الرسمه بالفيزيكال كيبلز. ابدا اخش على كل واحد ومونيتور اكونفيجر، فاهم؟ ده المقصود بكلمه كوميونيتي. كوميونيتي مجموعه، مجموعه من الناس كلها اندر وان تكنيكال ادمنستريشن. انا بفهمك، بس بفهمك انك انت لو عايز تدور على اي اس ان ام بي ديفايسز راننج عليها الايجنت داخل الشبكه، شرطا شرطا ان هي تكون تابعه الكوميونيتي اللي اسمه كذا. وخلي بالك انا بجيب المعلومه دي منين برضو؟ ما هو من الراوتر. يعني ما هو الراوتر اللي انا بجيبه بساله، بقول له انت اس ان ام بي ديفايس في انهي كوميونتي؟ كوميونتي الفلاني. طب مين معاك؟ اصل هجيبها ازاي يعني؟ هو ما يقدر على القدره اللي ربنا يعني. هو كله اصلا كله في الاصل بيرجع للراوتر اللي هو الديفولت جيت واي بتاعي، هو اللي ببص في الارض تيبل بتاعه، وهو اللي من خلاله بعرف الاس ان ام بي ديفايسز والكوميونتي، وهو اللي من خلاله بعرف الاتاشد سبنتس. اللهم الا بقى لو انت عايز ايه، ها توبولوجي اند كلاينت، هتستعين كمان بالدي اتش سي بي. دومينز هتستعين بالاكتف دايركتوري. صعب الكلام؟ كلها في الاخر ايه، نتورك ديسكفري ميثود. كل ده علشان اجيب معلومات عن الريسورسز، علشان في الاخر ادبلوي عليهم الكلاينت. من غير ما ديسكفر همانج مين؟ همانج مين؟ في الاخر بقى زي ما قلت لك، بعد ما اعمل ديسكفري كل الريسورسز، مش شرط انا ككونفيجريشن مانجر اطبق فكري على كل الناس دي. انا بحدد لنفسي باوندري بقى. حته اخيره، النتورك ديسكفري هيكاري دي دي ار ريكورد
للريسورسز بشرط ان هو يعرف يوصل للسبنت ماسك الخاصه بالريسورس او بالاكتيف دايركتوري سايت. اللي يهمني السبنت ماسك، علشان يوصل للسبنت ماسك لازم ايه؟ ها لازم الكلاينت، لازم الكلاينت يكون موجود داخل الارب، الارب تيبل الخاص بالراوتر. لازم الراوتر يكون على الانترفيس ده هوت يسنجل اي بي ادرس بس، او الكلاينت، او خلي بالك او يكون عليه الاس ان ام بي ايجنت رانينج ويكون في الكوميونتي اللي انا هحددها، او يكون في دي اتش سي بي سيرفر خاص بمايكروسوفت. مفهوم؟ يعني عشان انت لما جيت هنا قلت لي ايه؟ ها قلت لي ده فكسان يا معلم، لما قلت لك توبولوجي لازم الكلاينت يكون قاعد جوه الارب كاش الخاص بالراوتر، دي فكسانه. لما جيت قلت لك توبولوجي اند كلاينت، طيب يا عم مش مهم، يكون قاعد في الارب كاش او في الدي اتش سي بي سيرفر ده. لو دي مش عاجباك ولا دي عاجباك، لازم يكون عليه اس ان ام بي ايجنت ويكون ممبر في الكوميونتي دي. صعب الكلام؟ في اي مشكله؟ طيب الحته بقى بتاعه الاوثنتيكيشن اللي حسام قال لي عليها، ادسكفر الريسورسز ازاي في الشبكه كده بالكمبيوتر اكاونت بتاعي ولا ايه؟ عامه المفترض انت لما تيجي اوثنتيكيت داخل الشبكه انت بتستخدم بروتوكول اسمه الايه، ال ان اي ال اللي هو النتورك ابستراكشن لاير. الفكره بقى كلها يا معلم ان الكونفيجريشن مانجر لما بيجي يتعامل مع ريسورسز عن طريق الديسكفري بالشكل ده هوت في النتورك ديسكفري، لما بيجي بيأوثنتيكيت انونيمس. دي مشكله. انونيمس معناها ايه؟ اي حد. يعني انا مش مهتم اصلا مين اللي بيكلمني، فاهم؟ يعني انت عايز معلومات عني خد، فاهم؟ فدايما الاوثنتيكيشن اللي بيتم داخل الشبكه بيتم ازاي يا ريس؟ بيتم عن طريق الانونيمس كونكشنز. لو في كلاينت معين انت عايز تعلي السكيورتي عليه، يعني مش عايز يعمل انونيمس كونكشن، يعني مش عايزه يستجيب للانونيمس كونكشن على الشبكه، بتعمل ايه يا ريس بقى؟ ها سي مثلا يعني كلاينت 1 ده، كلاينت 1 هعمل حركه كده، الكونفيجريشن مانجر مش هعرف يديسكفر، مش هعرف يجيبه. ليه؟ لان هقفل من جوه الريجستري حته ان انا استجيب للانونيمس كونكشنز. يعني لو انا جيت هنا دلوقتي ريج اديت، لو دخلت في الاتش كي لوكال ماشين سيستم كارنت كنترول سيت، كارنت كنترول سيت كنترول ماشي LSA شايف جوه ال LSA هتلاقي يا معلم في حاجه اسمها، ركز معايا، هتلاقي في حاجه اسمها restrict anonymous، يا باي ديفولت 0 خليها 1 دي معناها ايه؟ ان انا بانيبل هذه الفيتشر، فاذا الكونفيجريشن مانجر مش هيعرف يجيب الراجل ده. ما اي حد بيكلم اي حد في الشبكه لازم يوثنتيكيت، يتعرفوا على بعض. اصل كلمه اوثنتيكيشن نتعرف على بعض، لما تبقى انونيمس اوثنتيكيشن دي معناها ايه؟ اتنين بيكلموا بعض ومش مهم بالنسبه لهم، مش مهم بالنسبه لهم انت مين، فاهمني؟ لما اعمل معاك انونيمس اوثنتيكيشن، لما استجيب للانونيمس كونكشن، دي معناها ايه؟ ان انت بتكلمني وانا هستجيب ليك من غير ما اعرف انت مين، انت اي حد، فاهمني ولا مش فاهمني؟ تمام. فهنا الكونفيجريشن مانجر لما بيجي يتعامل عن طريق الديسكفري داخل النتورك بيعمل انونيمس كونكشنز، انونيمس كونكشنز معايا. فلو الراجل ده هو عنده عنده الفاليو ده بواحد، لو عنده الفاليو ده بواحد معناه ان انا بريستريكت الانونيمس، يعني مش اي حد يكلمني كده وارد عليه، لازم الاوثنتيكيشن ما بيننا يتم عن طريق جهه معروفه. يعني مثلا الناس كلها داخل اكتيف دايركت بيوثنتيكيتوا عن طريق دومين كنترولر. يعني انت لما تروح تكلم مثلا الريسورس، هو بتكلمه ازاي؟ مش بتاخد تيكت من الدومين كنترولر، والريسورس بيتاكد من هويه هذه التيكت عن طريق الدومين كنترولر، فتم التعارف ما بين الكلاينت ما بين الريسورس عن طريق السيرفر الكي دي سي، صح؟ دي كده ما اقدرش اقول عليها انونيمس كونكشن، دي كيربروس اوثنتيكيشن. خلاص يا اخوانا كده ماشي، نكتفي بقى بهذا القدر. على فكره انا مفوت اتنين وقاصد، واحدة هناخدها أول ما نيجي المرة الجاية اللي هي الفورست ديسكفري، هقولك إيه لازمتها، والهارت بيت ديسكفري هناخدها بعد ما ننستول الكلاينت، عشان دي ريليتد بالكلاينت نفسه، دي اللي بيستخدمها الكلاينت عشان يرفرش الدي دي ار بتاعه جوه الداتابيز. يبقى إن شاء الله المرة الجاية بإذن الله هنبدأ نتكلم على قصة الباوندرز، الإطار بقى بعد ما عملت ديسكفري، الإطار اللي أنا هشتغل فيه، وبعدين نخش إن شاء الله
في عملية الايه الكلاين ديبلويمنت.